السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من بلوت أو ذا ذلك تو ذا باست. نلعب فيها على سوبر نتندو كلاسيك من سوبر نتندو فيرسيون فرنسي. الحلقة اللي فاتت وصلنا تور إبراء كملنا تور إبراء الهدف متاعنا بعد تور إبراء هو هي الغابة ونقاو السيف. تعرفون ياخذوا السيف دونك شنو اللي عندنا هدف نتاعنا تويكا هو نوما باش ياخذوا السيف وبعد نرجعوا للمحراب اللي خرجنا منه اول مره ونتخبى تلتا. نبداو دونك نمشي ناخذوا السيف. Thank you.
النزول الساحر قطع فاء يعني بعدها لك هلياء في دم نزول عمش لك هلياء هذا هو المكان تاع السيف السينماتيك نخليكم تعرفوا اكسكاليبير اكسكاليبير السيف اسمه اكسكاليبير قري مصير الارض الارض بين يديك لتصرفك الهدف هو القصر اللي هو نمو في أعلى قمة في القصر به أول حاجة نمشي للبحر بجاك طايت هي زلتا خد هي النغزة خد الجيش الحراس دخلوا من البحر Thank you.
Thank you.
السير كيف ذاك كامل. Oh, my God.
Sarem ja ouderis in Barso. Thank you.
وأمهزني العالم الظلمات. سبعة بنات اللي أجانيم بعثهم العالم الظلمات. دونجون كاشي بلا يابوني كتير. خريطة متاع عالم التنم هكا هذاك النيفو A اللي هو برسك اللي عملنا فيه النيفو A متاع الدونجون A اللي عملنا في الامير نفس الزر. كيفاش نجم نرجع للعالم الأولاني؟ فتحت عندي مهمة في عالم معملتهاش. اللي هي نمشيو للساحرة باش نحاولو. هي الساحرة فريسكو وين مولودة الساحرة؟ هي مولودة في الزون هذي هاك المودرة هذيك الساحرة نجم نعملوها هذيك احنا ان شاء الله في الحلقة الجاية. باهي نخليكم تنظركم اللقاء الحلقة الجاية ان شاء الله نبدأ في الطوب الاول في عالم الظلمات. حلقاتنا متواصلة على موقعنا تنينشير.نجا على قناة اليوتيوب Let's Play زياد اللي هي تلقاو فيها ألعاب متاع نينتندو كما زلدا وماريو والألعاب الإنتاج نينتندو. والقناة الثانية Game TV TV Games اللي تلقاو فيها الألعاب اللي مش تبعين شركة نينتندو يعني على جهاز نينتندو مش تبعين شركة نينتندو. عندنا بوكيمون كاست على القناة الثانية وإن شاء الله باش نرجعوا على ماريو والأرانب اللي عندنا مدة ما لعبناهاش وعندنا فيفا 2018 وعلى ليتس بلاي زياد عندنا زلدا هذه نلعبوا فيها لينك تو ذا باست وعندنا أيضا أوكراني أوف تايم قاعد احنا لعبناها قبل في السابق قاعد نعاود في حلقات نعاود نحطهم على القناة الجديدة متاعي. نخليكم تنقلكم اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة مع ليجوند أوف زلدا لينك تو ذا باست.